السلام عليكم مرة ثانية، بدأت تسجيل المحاضرة. محاضرتنا اليوم المحاضرة السابعة من مادة الأجهزة الطبية للمرحلة الثانية جروب بي. محاضرتنا اليوم عن جهاز اسمه الووتر باث. جهاز الووتر باث كان من المفروض أن ناخذه بوقت أسبق من هالشي هذا، بس بوقتها بلغتكم أنه المحاضرة بيها مشكلة ويراد لها تعديل. فاليوم أقصد يعني المحاضرة اللي سبقت ويا جروب أي، عدلنا المحاضرة، شرحنا إحنا بالبداية على المحاضرة القديمة وياهم، عدلناها أثناء ما إحنا ده نحكي، ونزلت لكم المحاضرة الجديدة اللي كتبت لكم عليها المحاضرة السابعة بعد التعديل. تكلمنا بالمحاضرات السابقة عن الأجهزة الطبية، بديناها من أجهزة التعقيم اللي كانت شنو أجهزة التعقيم من يتذكر؟ الأوفن والأوتوكليف أوفن، وواكس باث الأوفن، الأوفن لا والأوتوكليف والأوتوكليف والواكس باث. هم لا لا أستاذ مو الواكس باث مو تعقيم فتكلمنا عن الاوفن والاوتوكليف، بعدها تكلمنا عن اجهزه الريهابليشن او اجهزه اعاده التاهيل او اجهزه الفيزيكال ثيرابي. كانت شنو اجهزه الفيزيكال ثيرابي العلاج الطبيعي من يتذكرها؟ واكس واكس باث باث شورت ويف واكس باث، مضبوط. بعد شورت ويف شورت ويف، بعد المايكرويف الى اخره، بس هي المهم اجهزه العلاج الطبيعي كانت الواكس باث، وبعدين حكينا عن اجهزه الدايثيرمي اللي كان من ضمنها الشورت ويف والمايكرويف. بعدها تحدثنا عن استخدام الدايثيرمي نفسها بالقطع، اللي هي محاضره الاي اس يو، الالكتروسيرجيكال يونت، اللي قلنا هو مجرد جهاز دايثيرمي بس بتركيز عالي فيسبب لنا عمليه قطع. جهاز الووتر باث بالملازم اللي جتنا الحكومية بمشكلة بالتعريف، وقلنا انه التعريف اهم شيء بالهندسة، لانه التعريف هو اللي يحدد ماهية هذا الجهاز، ماهية عمله، ماهية وظائف، مبدأ عمله. فالمشكلة راح نشرحها وبعدها راح نجي على الحل او تعديل لهذه المشكلة. خلينا نسأل، من اسم الووتر باث ايش دا يتهيأ لكم هذا الجهاز؟ احنا هسه المفروض اخذنا عدة أجهزة، وشباب الصناعة يعني اعتقد انتم ماخذين فشوية على كيفكم، يعني حمام مائي حمام مائي. محمد، ايه محمد، شنو يعني حمام مائي؟ وظيفته شنو؟ دكتور يعني تعقيمية تعقيمية. أو الدكتور يجوز مشرط مائي يعني مشرط مائي، اوكي محمد. المشرط المائي موجود بس ما يستخدم ويا البشر، يستخدم ويا المعادن والالماس وغيرها. صراحة يصير عملية قطع بالمي، يضغطون مي كلش عالي اي دكتور ويقطعون بالمعادن والالماس وغيرها، بس ما يستخدم ويا البشر نهائيا، لان القطع مالته كلش قوي ويخترق فما يستخدمه. يعني طيب دكتور محمد، يعني تعقيمي يقول تعقيمي، اكو احد عنده بعد فكرة؟ دكتور يعني اكو هذا يخلوه الواحد اذا كان توجع او شيء يخلون بيه مي حار يخلوه على علاج المكان اللي طبيعي، اوكي. بعد دكتور هو يستخدم للتسخين غير مباشر يعني التسخين الغير مباشر، مصطفى عامر. اي نعم دكتور مصطفى عامر، بعد هو نفس استعمال الاكس باث بس هنا يستخدم به الماء غير هو نفس والماء. الاستعمال نعم، يعني كعلاج طبيعي. جيد، فهسه اخذنا فكره من عندكم انه انتم تتصورون انه هذا الجهاز من اسمه المفروض اما جهاز تعقيم او جهاز علاج طبيعي، عفوا، او جهاز تسخين مثل ما قال مصطفى.
مصطفى، من استنتجت هاي المعلومة؟ دكتوراه المهني. ها مو قلت يعني قلت جماعة المهني لا يحكوا. أشكرك مصطفى. الصراحة الخطأ اللي وقعت به الملزمة السابقة بالتعريف أنه عرفت هذا الجهاز كجهاز تعقيم. فنجي هنا يقول It's medical instrument، هو جهاز طبي. Used and sterilized by the heat of the use of water as a media of heat transfer، هو جهاز طبي يستخدم بالتعقيم ويستعمل الماء كوسط ناقل للحرارة. تعقيم بالمياه أو بالماء الحار هي عملية جدا قديمة تعود لحد لويس باستور. تذكرون لويس باستور؟ ما حد ملتقين يتذكر؟ بيه، ما ملتقين بيه والله، ما ملتقين بيه. أكيد أكيد ما بلتقي به، يعني 1700 1800 بالتأكيد ما بلتقي يعني به. ما سامعين بيه. لا، عملية الباسترة موجودة بالفيزياء أتذكرها، أو كيمياء، ما يعني المهم ماخذيها خامس سادس. العملية هاي الباسترة هي عملية تسخين سائل معين لدرجة حرارة معينة لقتل الخلايا والجراثيم اللي بيه. وأكثر دكتور، هاي شيء مو موجودة على الفيلم مرة؟ بالضبط الحليب، هي عملية اي الحليب الباسترا مرة. للحليب أكثر شيء، الباسترايزيشن. يسخنون الحليب لحد ما يفور، يتركوه طبعا يعني المفروض صناعيا يتركوه نص ساعة يغلي بدرجة حرارة 72 أو 100 حسب، ويقضي على كل الجراثيم والخلايا. فعملية التعقيم بالمياه هي عملية موجودة وقديمة قدم يعني الاكتشاف مالتها واكتشاف الجراثيم والبكتيريا، بس هي غير فعالة بالأجهزة الطبية لعدة أسباب. أولاً، إيش قد درجة غليان المي؟ دكتور مين؟ 100. طيب إحنا عندنا الأوتوكليف، مية إيش قد درجة درجة حرارته؟ 121، 134. 134 121، ويتراوح حسب الاستخدام مالتك. فعندنا الحرارة أعلى، الأوتوكليف يستخدم ضغط راح يقتل لنا الخلايا بشكل أفضل. طيب عندنا الأوفن أيضا من أجهزة التعقيم، الأوفن إيش قد درجة حرارته؟ 250، 250 250، 300، 350 حسب الجهاز. معناتها إحنا بدنا نستخدم حرارة جدا عالية أو حرارة وضغط حتى نقتل الفيروسات والخلايا وإلى آخره، والسبورز اللي هي الأبواب. فالتعقيم بالمياه الصراحة غير فعال بالأجهزة الطبية بالمستشفيات، التعقيم بالمياه غير فعال، ما يقتل لنا كل الفيروسات والأبواغ وإلى آخره. ثانيا، أكو مشكلة أكبر بالتعقيم بالمياه، المي مؤكسد، المي مؤكسد لأنه بأكسجين أو مؤكسج يسموه، وبوجود الحرارة راح يأكسد لنا المواد والأجهزة الطبية بشكل أعلى، فراح نوقع بمشكلة ثانية. فلعدة أسباب انتهى موضوع التعقيم بالمياه من يمكن 50 سنة أو من اخترعوا الأوفن والأوتوكليف لحد الآن. الحاجة الوحيدة اللي باقية تتعقم بالمياه هي بالبيوت، المامات مال الأطفال من يسوون حليب للجاهل، هاي الحاجة الوحيدة اللي بقت. إذا أكو مامات بالمستشفى هاي بحث آخر. فالموضوع تعقيم المياه انسوه. عندك استعمال الوتر باث، يستخدم بالعينات يحافظون بيه، يعني يحافظون على العينات بيه. ها الووتر باث يسوون انكيوبيشن، يحتضنون عينات معينة لفترة معينة بدرجة حرارة معينة. احنا اي خلية نريد نكاثرها، اي تفاعل نريد نسويه يحتاج حرارة معينة ولوقت معين، فاحنا نوفر له هاي البيئة الحاضنة اللي هي حرارة معينة ولفترة معينة حتى يكمل التفاعل مالته أو حتى تنمو هاي الخلية. فهو يستخدم لاحتضان العينات، incubation يعني نسوي بيئة حاضنة نوفر لها كل المتطلبات اللي تحتاجها. فنجي هنا على التعريف اللي صار بديل هنا، It's a laboratory equipment. هنا أول فرق، هناك ذاك يقول هو medical instrument،
هنا أنا لا، هو لابوريتوري اكويبمنت، هو معده مختبريه. الصراحه هو ما يستخدم بعلاج المريض ولا يستخدم بتشخيص مثلا مريض معين، لا هو يستخدم بالمختبر، مثلا مختبرات الميكروبيولوجي، مختبرات الكيمياء الى اخره. يسوون بيه اما تفاعلات بمختبر الكيمياء، يخلون في التفاعل يحتاج حراره معينه يخلوه بداخل هذا الووتر باث، او الميكروبيولوجي يريدون يزرعون خلايا او يكاثرون خلايا او الى اخره، يخلون هاي الخلايا بداخل الووتر باث حتى يوفر لها البيئه الحاضنه. فسوى لابراتوري اكويبمنت، معده مختبريه، which can heat up water، هذا عملها تسخن مياه to a desired temperature as well as maintain it، هي تسخن المياه لدرجة حرارة معينة وتحافظ عليها. هذا عمله هنا وظيفته. It used to incubate samples in water at a constant temperature over a long period of time. هو يستخدم لاحتضان العينات بالماء بدرجة حرارة ثابتة ولفترة طويلة من الزمن. فهسه هذا الجهاز تعريفه، عمله، وظيفته. لهذا دائما اقول لكم ركزوا على التعاريف، التعاريف جدا مهمه وتبين لنا الفرق ما بين الجهاز. يعني لو فرضا احنا اعتمدنا على التعريف السابق، كان حاليا احنا بدنا نشرح عن جهاز مختلف تماما، حتى لو المكونات نفسها، بس احنا ابتعدنا تماما عن هذا الجهاز. تمام لهنا؟ انتوا اخذتوه بالعمليه لو بعدكم؟ لا بعدنا استاذ. عندنا دكتور؟ لا ما حدنا. بعدكم جيد. استاذ يستخدم بعدهم بالتفاعلات الكيميائيه؟ يستخدم بالتفاعلات الكيميائية، بعض التفاعلات تحتاج حرارة معينة لفترة طويلة، نحط البيكر داخل مواد كيميائية تحتاج تفاعل، نخليه مثلا نص ساعة ساعة بدرجة حرارة معينة، يستخدم أكيد بالتفاعلات الكيميائية. فهسه خلينا نشوف شكل الووتر باث قبل لا نبدي نكمل بالتعريف وبالشرح وإلى آخره. هذا شكل الووتر باث، الأشكال متعددة، بس هو مهمته الأساسية، عمله الأساسي هو تسخين الماء والحفاظ عليه بدرجة حرارة معينة. بس تشوفون إلى أشكال وأنواع مختلفة. هذا هنا مثلا ووتر باث بس على السخان مو كهربائي، عفوا على الطباخ مو كهربائي. هنا أنا دا نشوف حاطين بيه مواد كيميائية دي تسوي تفاعل مثلا معين، هنا ايضا كذلك. فهو نهائيا ما يستخدم في شيء اسمه تعقيم الى اخره. هذا شكل الووتر باث، واضح عندكم؟ واضح دكتور، واضح. واضح دكتور، واضح. جيد، خلينا نرجع للملزمه. هنا أنا يقول لك all water baths have a digital or analog interface. كل الووتر باث بي ديجيتال او انالوج انترفيس. بالتاكيد الديجيتال هي شاشه ودقم تختار من عندها، الانالوج هي نوبات، يعني النوب اللي هي هذا اللي الحاجه اللي يفروها، او سويتشات او دقم معينه، هذه يسموها انالوج، هاي يسموها ديجيتال. Allow user، تسمح للمستخدم to set a desired temperature، تسمح لنا انه نحدد الحرارة المعينة، وطبعا اكو تسمح لنا نحدد الوقت المعين. For general clinical laboratory use، للاستخدام العام بالمختبرات السريرية، constant temperature water baths must offer variable temperature control from plus 5 centigrade above ambient temperature 200 centigrade with accuracy control to plus minus 0.2 centigrade. شنو معناتها؟ معناتها بالاستخدام العام، يعني كجهاز ووتر باث للاستخدام المختبري العام او السرير العام، لازم هذا الووتر باث يعطينا، يقدر يعطينا درجه حراره من زائد 5 فوق درجه حراره الغرفه الى ال 100. طبعا ما بعد ال 100 شو يصير عندنا؟ استاذ اذا بعد مين نستخدم السيليكون ولا نستخدم الحمام الشمع؟ حمام الشمع. الصراحه يعني انت فكرتك جدا لطيفه، بس ما بعد ال 100
يتبخر الماي دكتور؟ هو أكيد يتبخر الماي، هاي نقطة جدا مهمة، فما نقدر نستعمل للتفاعلات اللي تحتاج درجة حرارة أعلى من 100. نستعمل حمام رمل، ساند باث أو سيليكون باث، حمام سيليكوني طبعا حسب. ايش من الواكس حمام باث الزيتي دكتور؟ نعم حمام الزيتي، حمام الزيتي لا، حمام الزيتي ورا ما نغسل مهم تكون درجة حرارتها من 100 إلى 250. اي بس شوف المواد ذني اغلبها تلتصق بالبيكر، اغلبها صعب ازالتها. طبعا الزيت درجة غليانه او التبخر مالته بال 250، فنقدر طبعا نستعمله بدل المي، بس فكرة لطيفة. بس بهيج حالة الزيت صعب ازالته من البيكر، صعب ازالته من العينات، فنحتاج شيء يوفر لنا حرارة بدون ما يلتصق بالعينة، مثل الحمام الرملي. الحمام الرملي أو الساند باث، أحد بيكم شايفه بالحالات الطبيعية؟ طبعا موجود قدام عيننا بأغلب الوقت، أحد منتبه له؟ شنو هو دكتور؟ حمام رملي ساند ما شايفه دكتور. ما شايفه. طيب دكتور أنا شايفه. إيه إيه وين؟ ما شفتكش شايف. لا دائما نحط الحمام الرملي هو نفسه اللي يحطوه على القوري. بالضبط. هسه انا اقول لكم، ها عاشتيدك، ما حد شارب قهوه، ما حد شارب شاي، الحمام الرملي نفسه اللي يستخدموه بالاعداد الشاي والقهوه بالمواكب، بال شو يسموه الاكشاك، يستخدمون حمام رملي. اول شيء يحتفظ بالحراره لفتره طويله، الرمل ما راح يذوب بحراره عاليه والى اخره، ويحافظ على الحراره لفتره اطول، فيستخدمون الحمام الرملي بالاعداد القهوه والشاي. ما حد شايفه دكتور؟ بس هو من مو يستخدموا رخي العضلات وشي بالحمام؟ رخي عضلات هاي اعتقد على الشاطئ اكو بيهم يستخدموه، صح على الشاطئ من يكون الرمل حار يغطون المفاصل وهاي بالرمل الحار حتى يعمل عمل الواكس باث، يعني مو هيك قصدي؟ اي دكتور اي ايش قلت مهند؟ تقدر تطلع من جوجل نشوفه؟ اوكي ماكو مشكلة. طيب فهذا الجهاز الووتر باث راح يوفر لنا حرارة زائد 5 فوق حرارة الغرفة، الامبيانت تمبرتشر يعني الحراره الطبيعيه والى اخره. لان احنا بالحراره الطبيعيه ما راح نحتاج ووتر باث، نعوفه بحراره الغرفه هو راح يتفاعل، بس نحتاج فد شيء يوفر لنا حراره اعلى من حراره الغرفه وبدقه زائد ناقص 0.2. يعني من نقول له نريد الحراره 50 لازم الحراره تكون ما بين ال 50.2 ما بين ال 49.8، هاي الدقه مالته. سنحتاج اكيورسي عاليه بالحفاظ على درجه حراره الماء. هنا راح نجي على التايبس اوف ووتر باث، الانواع الووتر باث. طبعا هو ب ثلاث انواع، هذا البي دي اف المشكله الكتابه بيه مو سهله. إذا نصنفه حسب مبدأ العمل أو حسب طريقة العمل فراح نصنفه إلى ثلاث أنواع. إذا نصنفه حسب موقع الهيتر راح نصنفه إلى نوعين. تذكرون بالتصنيفات قلت لكم نقدر نصنف أي شيء بأي شكل، نصنفكم ولد وبنات، نصنفكم أقسام داخلية ومو أقسام داخلية، نصنفكم ما فوق ال 150 سنتيمومات إلى آخره. فهنا راح نصنفه حسب مبدأ العمل. can be classified based on working modes. أولا circulating water bath. المتداولة، حمامات ماء متداولة ولا المداور، يعني خلينا نقول احنا بالعامية الحمام المائي اللي يداور او المداور. هنا هذا الحمام المائي المداور يداور المي، يداور المي ما يخليه راكد. خلينا نشوف. يشتغل بمضخات مثل المضخات؟ من اللي يقول؟ أنا مرتضى. شنو؟ ذكرني باسمك؟ مرتضى. أنت نفس حوض السمك إذا أعتقد. مرتضى بس اصبر لي ده أعطيك البلاس وان بس ثواني عليه. أنا ما محتاج البلاس وان.
لا الصراحة مرتضى عباس لو مرتضى خليل، مرتضى قاطع، مرتضى قاطع. مرتضى قاطع هاني. ايه شكرا مرتضى. الصراحة هذا السؤال سألته للجروب اللي قبلكم، وشوي يعني انت ما اعطيتني مجال اسئله، بس المهم انت اعطيت الجواب. وخذينا فترة نسوي نشتغل بالسمك، وهاي المضخات اي مال الأحواض الطبيعية نعم نستخدم بيها هاي المضخات. اي صحيح. هو ايه سألت سؤال للجروب اللي قبلكم عن السيركوليتنج شلون نسويها، وشوية يعني اخذنا فترة طويلة بشرحها. لا ما بس خالف. السيركوليتنج ووتر باث هو مثالي للتطبيقات اللي بيها نحتاج درجة حرارة بيونيفورميتي عالية، تجانس عالي، وكونسيستنسي ار كريتيكال يعني بثبات. هذا الجهاز السيركوليتنج ووتر باث نحتاجه، من التطبيق مالتنا يحتاج درجة الحرارة تكون متجانسة بكل أنحاء الووتر باث، ومن نحتاجها تكون ثابتة. فنسوي هالشيء هذا بتدوير المياه، بتدوير المياه مثل ايش تفاعلات اللي هي الانزيماتيك وغيرها. هاي الاختبارات تحتاج حرارة ثابتة ومستقرة ومتجانسة. الماء يتداور ثرولي سيركوليتد من خلال الباث، يعطينا مور يونيفورم تمبرتشر. خلينا نشرح شنو المشكلة او شنو الفكرة. خلينا نشوف شكل ووتر باث. هذا داخل الووتر باث، تمام؟ واضحة؟ واضح انقطع. واضح دكتور. عبالي اكفت تأخيرة وانقطع الصوت. اي هذا داخل الووتر باث. بالحالة العادية اللي بدون سيركوليتنج، شنو مشكلة الووتر باث هذا العادي؟ ما حد هيك يقدر يتخيل شنو مشكلة الووتر باث هذا العادي بدون سيركوليتنج. ليش ما يعطينا تجانس بالحرارة؟ تعرفون شنو دكتور بعد التجانس؟ الهيتر جو ما يقدر يوصل الحرارة لفوق الماي شنو الفوق. محمد؟ دكتور الهيتر جو مالته اي وما يقدر يوصل لفوق، يعني كفد ما يقدر للجدران بس راح يحمى، فلازم يصير تدوير. صحيح محمد، شكرا لك محمد غانم، هذا جواب لطيف ويعني بتفكير منطقي وهندسي بنفس الوقت. محمد غانم يوسف، يا الله محمد غانم يوسف. اي المشكله بالووتر باث الاعتيادي انه الحراره فقط باحد الجدران اللي هو غالبا الجدار السفلي، اللي راح يصير انه المي الملاصق او الملامس لهذا الجدار راح يسخن، بس المي اللي فوقه بعده بارد. طبعا هي مو بارد لدرجه كبيره، بس بارد مو متجانس. يعني الحراره هنا لنفرض اختارينا الحراره 60، الحراره هنا 60 بينما الحراره الفوق 54. ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج بين ما يحمى هذا ال 60 المي الملامس بالحراره عفوا بالطريقه العاديه اللي هي الحمل الحراري، شو يصير بالمي اللي يحمى؟ واقفين على فتح قوري قبل لا يفور، شايفين شو يصير بيه؟ فقاعات تصير اوكي قبل الفقاعات يبدي المي يداور، يبدي يصعد المي الحار لي فوق، وهي هاي فكرة الغليان، يبدي يصعد المي الحار لي فوق والمي البارد ينزل لي جوا، ويريد يسخن المي البارد يريد يصعد لي فوق، وهكذا. لأن المي اللي فوق ملامس للهواء اللي هو أبرد من المي فيبرد. فهي تصير بالحمل الحراري انه المي الحار اخف فيصعد لي فوق، المي البارد اثقل ينزل لي جوا يريد يسخن والى اخره. يداور، هاي حالة الدوران الطبيعية. بس هاي الحالة بطيئة تخلي لنا فرق حرارة ما بين السطح العلوي والسطح السفلي. للتغلب على هذا الشيء احنا نخلي ماطور مي مثل ماطور مي السمك يداور لنا هذا المي. بس شو يسوي؟ يداور لنا المي، طبعا شوية تصميمه يصير أعقد، يداور لنا المي يودي المي على الهيتر، يعني مو على الهيتر مباشرة، يودي المي على المنطقة الساخنة ويدفع المي اللي حمى باتجاه المنطقة الباردة، وهكذا يسحب ويدفع، يسحب ويدفع حتى يجانس المي حرارة المي. هذا الشيء راح يخلينا فرق الحرارة ما بين السطح وما بين المنطقة الملامسة جدا قليل. ف
فخلي نشوف فيديو شلون يتجانس المي هنا. انا بلكت اكو فيديو اذا لقيناه. اعتقد هذا هذا circulated water bath. الفيديو واضح؟ نعم دكتور. دا تشوفون الماء شلون دا يتداور؟ دا تشوفون الماء شلون دا يتحرك؟ اي دكتور. هذا الصراحة هذا نوع من أنواع الهيترات اللي يسموها الميرشن، راح نشرح عنه إن شاء الله بالمحاضرة من نتقدم. فهنا الهيتر صاير جوه هاي القطعة، هاي هنا صاير أكو هيتر جواها، وأكو ماطور مي يدفع المي الحار اللي يم الهيتر ويسحب مي بارد من يعني من المنطقة البعيدة عن الهيتر، فهذا يسوي لنا تجانس. هذا الشيء يسوي لنا تجانس، هذا circulating circulated water bath هيئته، أو circulating water bath ماكو مشكلة. الحجم مالته بيقبغ على مود لا تدخل شو يسموها تراب وأوساخ وإلى آخره، وأيضا طبعا حتى يحافظ على الحرارة داخليا، لا الهواء يظل يمر عليه ويبرد السطح العلوي ونفقد حرارة. بمش مش على مود لاستخدامات ثانية راح نذكرها وإلى آخره. فهذا circulating water bath، هذا النوع الأول. النوع الثاني non-circulating. non-circulating هو water bath عادي، حوض جواه هيتر وانتهى الموضوع، نعتمد على الحبل الحراري داور لنا الماء ويسخن لنا. هذا النوع نستخدمه، عفوا يعتمد بشكل اساسي على الكونفكشن instead of water being uniformly heated، يعني يعتمد على الحمل الحراري بدل ما احنا ندور المي. لهذا هو ادق، عفوا اقل دقة، less accurate بالتحكم بالحرارة، less accurate in term of temperature control، هو اقل دقة بمجال التحكم بالحرارة. In addition there are add-ons that provide steering to non-circulating إلى آخره. أكو إضافات، add-ons إضافات نخليها بهذا الجهاز توفر لنا عملية خفق steering. هاي عملية الخفق هيج أكو أشياء دوارة تفتر تسوي لنا نفس فكرة circulating، بس circulating أدق لأنه كان يأخذ المي يودي على الهيتر مباشرة، يسحب المي اللي من الهيتر يودي للمكان البارد. لا، الستيرنج إيش حيسوي؟ نحط مجرد فتشي دوار خفاقة بنص المي، هاي الخفاقة تحرك المي، تحركه بحركة دورانية، راح يمر من يم الهيتر يمر من غير مكان، المهم إحنا ده نحركه حتى نحصل على تجانس أكبر. فهمتوا الفرق بين الستيرنج وبين السيركوليتنج؟ نعم دكتور. استاذ مولسينج هذا هزاز يعتبر؟ يعني هز... إيه لا، الشيكينج هزاز، الستيرنج خفاق. الستيرنج إذا ألقاها يعني أنا شايفها قدام عيني هيش قطعة مثل البنكة صغيرة يحطوها. دكتور نفس مالت الخلاط. نفس مالت الخلاط يعني بس بشكل أقل حدة، طبعا ما بها هاي شو اسمه البليدز النصل مال السكينة، بشكل أقل حدة يدور لنا مي، يتفر لنا المي، تخلط لنا المي. الشيكينج اللي دا تقول عليه راح نذكره هسه بالنقطة الثالثة. النوع الثالث الشيكينج ووتر باث، الووتر باث اللي يسوي لنا شيكينج اهتزاز. هذا النوع من الووتر باث has extra control of shaking، بتحكم إضافي بالاهتزاز shaking، حركة خطية يمين يسار which moves liquid around liquids around. هذا الاهتزاز طبعا احنا نخلي البيكر على صينية او على ماش و
والمش تتحرك يمنى ويسرى. هذا الشيء ايش راح يسوي؟ انه راح يحرك لنا السائل يمنى يسرى اللي هو المي، راح يسبب لنا تجانس ايضا، وبنفس الوقت يوفر لنا اهتزاز للمعادل للتفاعلات الكيميائيه اللي نحتاج بها اهتزاز. فيقول لك this checking feature can be turned on or off. طبعا in microbiological practices بالتجارب او الاختبارات الميكروبيولوجية، constant shaking allows liquid ground cell cultures ground to constantly mix with the air. في بعض المختبرات او في بعض التطبيقات الميكروبيولوجية، من احنا حاطين خلايا مستزرعة نريد نزرعها داخل تنخلط مع الهواء استاذ، تنخلط مع الهواء. ليش؟ لانه هو دي يحركها كل شوية، دي يغير سطح الهواء عنها حتى تنخلط مع نسبة اكبر من الهواء. فالشيكينج ووتر باث هسه راح نشوف شكله ونشوف طريقة عمله هنا. واضحة؟ هاي عملية الشيكينج، واضحة طلاب؟ واضحة. هاي الشيكينج اول شيء ده تحرك لنا المي، ده تسوي لنا تجانس، وثاني شيء ده تهز لنا الخليط. الخليط احنا يجوز رايدين التفاعل الكيميائي ينخلط بشكل افضل فنحركه، رايدين نعرضه للهواء بنسبة أكبر فنحركه، لها عدة استخدامات. فهذا الشيكينج ووتر باث. طبعا الشيكينج ووتر باث ده يعتمد على تحويل الحركة من الدورانية إلى الخطية عن طريق ماطورات. الماطور اللي بيسوي لنا هاي الحركة الاهتزازية، أحد شايفه؟ أحد يعرف شكله؟ أحد يعرف طريقة عمله؟ دكتور هذا مو اللي يستخدمونه نفسه بالموبايلات الهزاز أبو نظارة؟ أنت مرتضى يعني أنا جدا فرحان بإجاباتك. لا لا دكتور والله لا ال بالفايبريشن مال الموبايل اكو نقدر نولد حركه اهتزازيه، هاي اللي تحسون بيها الفايبريشن مال الموبايل الاهتزاز الهزاز. هذا عباره عن ماطور يفتر بسرعه معينه وبنصف دائره، نصف دائره. عفوا اكو احد رفع ايده دكتور باليد عمات مال بلاي اما بها ماطور يضل يفتر بيدات البلاي مضبوط اللي مفسخين يدات بلاي او الى اخره. هذا الماطور بنصف دائره، هاي النصف دائره من تفتر عزم القصور الذاتي مالتها يختلف من حاله الى اخرى، فيسبب لنا حركه اهتزازيه نحس بيها باليد او نحس بيها بالموبايل. هاي طريقه، بس هاي الطريقه اذا نحتاج طبعا الشيكينج بتردد عالي. بالترددات القليلة اللي هي الشيكينج اللي شفتوه يمين يسار، نستخدم محولات من سيركولر إلى لينير. يعني شنو؟ هسا نشوفكم سيركولر لينير موشن. دكتور يعني حركة الماي من يغلي تحول لنا يا؟ لا، حركة الهزاز هذا القطع الستيل اللي كانت تتحرك من يسرى. تمام. خلينا نشوف تحويل الحركة الميكانيكية الدورانية. نعم. بس راح أعرض هذا اللي ينحط بالتليفون الماطور. أي أوكي. عاد وقفت الصورة يا أمي. مرتضى الصورة وقفت. هذه طلاب الصورة دي تشوفوها من مرتضى. واضحة الصورة دكتور. دكتور إذا واضحة الصورة شوفوها، لأن أنا يميل الصورة وقفت الصراحة. شفناها دكتور. عاشت إيدك مرتضى. عفوا. نرجع لتحويل الحركة الدورانية إلى حركة خطية. عندنا ماطور هذا يفتر ب هذا شوي نغير اللون عنه. هذا الماطور يفتر بشكل دائري دوراني، حركة دورانية. نريد نحولها إلى حركة خطية اهتزازية.
باتجاهين. فاللي راح يصير انه هنا هاي الحركه، هنا عندنا موجود الكونتينر اللي نريد نسوي لها اهتزاز. خلينا نشوف شلون تصير عمليه. استاذ ماكو عطيه من مطالع الشاشه، ما طالع هذا الفيديو؟ لا دكتور طالع طالع لا طالع طالع ضعيف يمكن. زين دا نشوف ان شاء الله الحركه من دورانيه دا تتحول الى حركه خطيه. نفس هاي الحركه احنا دا نستعملها بالشيكينج ووتر باث بالترددات القليله. بالفايبريشن فايبريشن لا موبايل فايبريشن موتور هذا اللي هاي اكو دعاية. شكرا. خلصت الدعاية. هذا موتور الفايبريشن. هذا موتور الفايبريشن. نصف حلقة أو نصف دائرة تهتز بسرعة عالية تولد لنا حركة اهتزازية. تمام؟ واضح استاذ. بسبب عزم القصور الذاتي وإلى آخره وشكل غير متجانس ده يفتر بسرعة عالية مثل الغسالة. من شايفين الهدوم بيها ما متناسقة شلون تقوم الغسالة تهتز يمنى يسرى لأنه ده تفتر بسرعة عالية والهدوم ما متناسقة بداخلها فتخلي القوة باتجاه معين أقوى من القوة باتجاه الثاني فتتحرك الغسالة. نفس هاي الفكرة. هذا الشيكينج ووتر بات. احنا عندنا another classification راح نصنف based on heater location. هناك صنفناه حسب طريقة العمل، هنا حنصنفه حسب الهيتر لوكيشن. عندنا الاكسترنال، الهيتر يكون اكسترنال او الهيتر يكون اميرشن مغمور اميرشن. الهيتر الاكسترنال where heater is located in the lower part موجود اسفل الجهاز بس خارج التانكر، يعني هو موجود بالاسفل بس خارج التانكر فصاير جوا التانكر بالضبط او جوا تانك المي. It's protected by insulating material محمي بمواد عازلة ينقل لنا الحرارة من يعني عندنا هذا التانكي مي وعندنا هذا الهيتر. هذا الهيتر هنا أنا أكو طبعا مواد عازلة تعزل لنا الهيتر عن أي شيء داير ما دايرة والحرارة راح تنتقل هنا. الحرارة راح تنتقل لهذا السطح. تمام؟ بعدها من الخزان الحرارة تنتقل من الخزان إلى المي. هذا بالإكسترنال. بالإميرشن الووتر عفوا الهيتر معزول بداخل تيوب. نعرف أن الهيتر يكون معزول على معزول كهربائيا وموصل حراريا ويوضع في داخل الكونتينر في تماس مباشر مع المياه. بتماس مباشر مع المياه. قلت لكم اكو صوره من الصور الهيتر بيها نوع اميرشن. خلينا نرجع نشوفها. اكو احد رفع ايده او اكو احد رفع ايده؟ اي محمد رسول. استاذ انا محمل اجهزه ماده بالثانيه هسه انا ثالثه يعني بس هي ماده الاجهزه محملها. اي نعم. انا الاسبوع يلا ضافونا بالكلاسات. اوكي. اي فما جاي نعرف يعني الحضور بالنسبه للامتحانات الماده شنو نفسها. عندك حاليا لحد الان 7 محاضرات تقدر تشوفهن موجودات.
تشوفهن كلهن وأي شيء ما فهمته تجي تقول لي بعدين. وبالنسبة للحضور أنتو نقدر نسوي لكم كويز بأحد المحملين يعوض عن الحضور. والمادة يعني قصدي نفسها اللي عام أخذناها إحنا لو تختلف؟ والله شرح الأستاذ من أستاذ لأستاذ يختلف، وتركيز الأستاذ على مواضيع معينة يختلف. صحيح. مشكور أستاذنا. أهلا وسهلا. فتقدر تشوف المحاضرات، تشوف الفيديوهات، وأي شيء ما فهمته، أي شيء تشوفه غريب تقدر تسألني. ماشي. زين أقدر أتواصل وياك عن طريق يعني التليجرام أو شيء؟ أي تقدر، أعتقد تأخذ من الطلاب التليجرام مالتي موجود عند الطلاب. أنا جلت ممثل أستاذ وما طانية ما أعرف. والله يعني حاليا ما راح أقدر أقعد أدور على التليجرام. الجواب اللي عنده أنا أقدر أطيله، بس خلي راسلنا سأل. راسل الطالب خلي يدز لك. تمام. هلا وسهلا وقتك أنا استاذنا. عيني أهلا وسهلا. الإميرشن ووتر باث تونا ذكرنا أنه أكو الهيتر يصير بداخل الووتر باث، فخلي نشوف فيديو. الفيديو دايبين عندكم؟ هذا الاميرشن، ذاك الهيتر قدام عينك بتماس مع المي. تمام؟ تمام دكتور. ذاك الهيتر، طبعا هذا الثرموستات والثرموميتر والى اخره، المتحكم صاير كله فوق الهيتر. تشوفون المي شلون دا يغلي من يم الهيتر. هذا طبعا سيركوليتنج، فبي ماطور مال مداور مياه. هذا نوع الاميرشن. النوع الثاني اللي هو الاكسترنال، هذا النوع صاير الهيتر اسفل التانكر. هذا التانكي والهيتر صاير اسفل من عنده. ذني هنا أنا موجودات اسمها الريبس، اضلع يعرف وظيفة الريبس. دكتور عمودي جيدا مشاحة سطحية للوصول للحرارة. من اللي يحكي؟ محمد غانم. دكتور محمد غانم. محمد غانم عاشت لك. محمد غانم انت حاضر المحاضرة السابقة؟ لا دكتور محاضر. أحسن محاضرتين دكتور محاضر. لا المحاضرة مال جروب أي أقصد؟ لا. طيب من مين عرفتها؟ لا محمد غانم اشرح لنا. الدكتور مبينة يعني شوية العوجة مالت الحديد على مود يوصل شوية حرارة أكثر، يعني مو إذا صير مسطح شوية ما يوصل الحرارة كلها، الهيتر من جوا ما يلوحه أو من طيب. الجوانب. عاشي لك محمد. هنا الفكرة بالأضلع، بكل الأشياء اللي تحتاج مساحة سطحية مثل الفريزر، شايفين هاي الأضلع بالفريزر مال الثلاجة؟ أي دكتور شايفيها أستاذ؟ جيد. هاي فكرتها هي زيادة المساحة السطحية الملامسة للماء أو ملامسة للهواء. الفكرة وين؟ لو كان هذا مسطح يعني فلات بدون أضلع، افتراضا راح نطلع ارقام افتراضيه، راح تكون مساحته السطحيه 200 سنتيمتر مربع. هذا رقم افتراضي طبعا، بس مع الريبس مع الاضلع يصير عندنا 220 سنتيمتر مربع او 100 سنتيمتر مربع ب 120 سنتيمتر مربع. احنا زيدنا المساحة السطحية، زيدنا مساحة التلامس، زيدنا انتقال الحرارة بنسبة 20%. فهنا احنا استفادينا من الأضلع بزيادة المساحة السطحية والتلامس وانتقال الحرارة بشكل أفضل. نرجع على الملزمة.
هسه هذا كان الاكسترنال والاميرشن. هنا اجزاء الووتر باث ميكانيكيه وكهربائيه. هنا تبدا الملزمه القديمه اللي فوق هذا كله احنا ضفناه بالملزمه الجديده. منها تبدا الملزمه القديمه الميكانيكال بارت والالكتريكال بارت، الكوت اللي هو الغلاف الخارجي طبعا يكون مصبوغ صبغ الكتروستاتيكي يمنع انتقال الشحنات الكهربائيه. الماده العازله، الماده العازله شنو هي؟ غالبا اللي نستعملها بالاجهزه الطبيه المواد العازله شنو هي؟ الله من يوم الصوف مثل الصوف استاذ صوف الزجاجي دكتور صوف زجاجي صوف الزجاجي مضبوط، والصوف الصخري. طبعا هي اكو عده انواع من المواد العازله بس لاني الاشهر اللي نستعملها بالاجهزه الطبيه اكو السليلوزيه، اكو الفوم، اكو مركبات هوايه تسوي لنا مواد عازله. فالمعنى الكلمه الادق هناك كان اسمها فايبر جلاس. الكلمه الادق هي ماده عازله لان احنا ما نعرف شنو هي الماده العازله المستخدميها. اوكي، فالماده العازله الشكل الخارجي الكونتينر او التانك اللي هو يكون بيه مي والرفوف. الكوت اللي هو الغلاف الخارجي مصنوع من الألمنيوم والستينلس ستيل لأنه مقاوم للصدمات الميكانيكية، مقاوم للأكسدة، شكله مربع إلى آخره. هاي كلها وين ماخذيها هذا الحكي؟ وين ماخذيه دكتور؟ أوفن، واكس باث، كلها نفس الحكي. هنا عندنا شوية تغيير صار بالإنسوليتنج ماتيريال. الانسوليتنج ماتيريال اكو عده انواع، many types of insulating materials، بس اكثر استخداما هي المينرال وول والجلاس وول، الصوف الصخري والصوف الزجاجي. الصوف الصخري تشيب خطر الى اخره، الصوف الزجاجي متوفر موجود لونه اصفر الى اخره، يعزل لنا الحراره حتى لا تطلع الخارج الجهاز، يحافظنا على الحرارة الداخلية. ذكرنا أهم ميزة بال يعني أهم فقرة نستخدم من أجلها الصوف، عفوا المواد العازلة شنو هي؟ أهم ميزة باستخدام المواد العازلة تقليل استهلاك الطاقة، الحفاظ على الطاقة. شكرا جزيلا، الحفاظ على الطاقة. النقطة الثالثة أو الجزء الثالث اللي هو الكونتينر، مصنوعة من مواد موصلة جيدة للحرارة، طبعا مصنوع من ستيلس ستيل مقاوم للصدمات الكهربائية بماكس من يعني ماكسيموم مينيموم ليفل مال مي، مش قد لازم يكون الماكسيموم مش قد المينيموم. رابعا الشيلفز او الميش، الرفوف، الرفوف مصنوعة من الألمنيوم وستيلس ستيل بها ثقوب. بالمنزلة السابقة مذكورة انه هاي الميش تستخدم لزيادة التوصيل الحراري، تمام؟ احنا تذكرون الميش اللي ذكرناها لها عدة استخدامات. اول استخدام لها كان شنو دكتور؟ يخلون عليها الادوات اللي يريدون يعقموها، يخلون عليها الادوات اللي يريدون يعقموها. ثاني استخدام دكتور تتوزع الحرارة على كل الاجزاء، توزع الحرارة يعني زيادة التوصيل الحراري. ثالث استخدام بالواكس باث شنو كانت فائدة الميش؟ حتى لا تلامس الهيتر من الأسفل، تمنع يعني تحمي المستخدم. هنا الميش بس حتى نحط عليها الغراض، فنقدر نشوف هنا استخدامها مو لأجل التوصيل الحراري وليس لأجل زيادة التوصيل الحراري. ليش؟ لأن أكو هنا نقاط التلامس بلاستيكية، تشوفون هاي النقاط البلاستيكية. فهنا الميش مستخدمة فقط لوضع المواد اللي يريد دي يسوي لها هيج، حاطين يعني هما الصيانة طبعا هذا فالف وإلى آخره. هنا هذا الميش محطوطة بس حتى نحط عليها الغراض. هذه النقاط البلاستيكية تمنع وصول الحرارة من القطعة السفلية إلى الميش، تمام؟
تمنع انتقال الحرارة، حتى هاي الميش لا تحمي مباشرة من الهيتر وتسبب لنا مشكلة بالزيادة حرارة. واضحة الفكرة؟ طلاب الفكرة واضحة لو شنو أعيدها؟ تمام تمام واضحة جيد. فهنا الميش استخدامها بس حتى نخلي عليها الغراض. نرجع للمنظمة. فبالمنظمة السابقة كانت مذكورة انه هي حتى نزيد توصيل الحرارة، لا احنا هنا عدلناها use to place samples on it، تستخدم حتى نخلي السامبلات عليها. استاذ هاي الاجزاء الاجزاء يعني تقريبا كلها بنفس الاجهزة، نفس الاجزاء تقريبا كلها يعني. اي جهاز يستخدم الحرارة هيتر راح تلقى نفس الشيء، نريد نعزل الحرارة، نريد نخلي الهيتر نتحكم به فنحتاج ترموستات، نريد نقيس الحرارة فنحتاج ترموميتر، نريد نخلي القشرة الخارجية صلبة شوية فنحط ستانلس ستيل، فهي تقريبا كلها نفس الأجزاء. نرى عدة الالكتريكال بارت، باور سبلاي إذا على مود الكنترول بانل، هيتر، ثرموستات، ثرموميتر، تايمر، فيوز، كنترول بانل. الباور سبلاي ذكرنا انه هو نستخدمه يحول لنا من اي سي الى دي سي على مود الكنترول بانل. الهيتر هنا اكو نقطه جدا مهمه، الهيتر هو شنو كان؟ خليني اسالكم قبل ان اشرحها، الهيتر شنو كان؟ شنو الهيتر؟ دكتور مجموعة حرارة. هو فد شيء حول الكهرباء. ملف سلك. أوكي. إيش قد تكون مقاومته؟ أنواع استاذ دكتور. طيب أنواع مقاومته عالية أو قليلة؟ عالية دكتور. طيب القانون اوم شي يقول؟ من اي ذكر قانون اوم؟ في اي في ار بعدين بي اكثر من تحويلات. طيب اوكي بالعربي اذا زادت المقاومة تزيد الحرارة. مقاومة تساوي لنا الفولتية على التيار. تمام؟ واضحة الصبورة لو لا؟ واقفة استاذ طالع المنزل جفتوا اخي طبعا التعليقات يقولون الصبورة يفتحوها. اوكي لا لا خل ثواني شير حياته شير ناهل الصبورة. هسه الصبورة واضحة؟ واضحة الدكتور. واضحة. مقاومة سألنا الفولتية على التيار، احنا نريد الحراره متعلقه بالتيار، كل ما زاد استخدام التيار كل ما صعد استخدام التيار تزداد الحراره. تمام. فبالمقاومه العاليه التيار جدا قليل لان العلاقه بيناتهم عكسيه. بالمقاومه العاليه التيار جدا قليل لان العلاقه بيناتهم عكسيه. بالفولتيات الثابتة اللي هي 220 فولت راح نعتمد على تقليل قيمة المقاومة. يعني فشي بسيط التيار يساوي لنا الفولتية على المقاومة. فهذا عكس هذا، نريد نصعد هذا، هذا ثابت هذا ثابت، لازم ننزل هذا، لازم ننزل المقاومة. فلو كانت المقاومة عالية مثل 1 ميجا أوم التيار راح يكون جدا قليل. بالحقيقة المقاومات مال الهيترات بالأوم 20 أوم 25 أوم قليلة تكون، قليلة جدا قليلة جدا على مود يمرر تيار أعلى. من يمر تيار أعلى يتحول إلى حرارة أعلى.
واضحة؟ واضحة استاذ. فاكو خطأ بالملزمة هذه وبالملازمة السابقة أنا ما كنت منتبه له إذا موجود أو لا. الخطأ هذا اكتشفته هنا أنه كاتبين مقاومة الهيتر عالية، بينما هي الحقيقة مقاومة الهيتر واطئة. The conductor يعني هو الهيتر، هو يحول لنا الحرارة إلى يحول لنا الكهرباء إلى حرارة عن طريق التيار الكهربائي، من خلال التيار يمر بموصل كهربائي مقاومته قليلة. عدل؟ اكو مشكلة؟ لا واضح. جيد. دكتور منتبهين عليك، ماكو مشكلة. وبعض الأحيان أشك أنه مثلا الصوت يتقطع، أنه ضعف إلى آخره، فحتى نتأكد. الثرموستات، قلنا الثرموستات هو شنو؟ تحكم درجة الحرارة. تحكم درجة الحرارة، بس تعريف الجنرال. جهاز يتحسس الحرارة، حرارة فد سيستم فيزيائي، ويقوم لنا بوظيفة معينة، يحافظنا على الحرارة بنقطة مطلوبة. هذا التعريف أيضا غيرته على مود يناسب التعريف العلمي الصحيح له. هنا أنا الثرموميتر أو temperature indicator اللي هو مقياس الحرارة. طبعا اكو مشكله يعني ما عدلتها بالشكل الكافي، ميكانيكال ثرموميتر والكتريكال ثرموميتر. الصراحه هي مو ثرموميتر ميكانيكي وثرموميتر كهربائي، ماكو شيء. الثرموميتر هي قياس درجه الحراره عن طريق قياس تاثير الحراره على جزء، على عنصر معين. فمثلا احنا نقيس الحراره مال الجو عن طريق قياس ايش قد يتمدد الزئبق بالحراره، مو هذا المقياس الزئبقي؟ المقياس الزئبقي عندنا بلب يعني بصله بها زئبق او فد هيك دعبله بها زئبق، هذا الزئبق يتمدد بالحراره. فاحنا حتى نقيس ايش قد يتمدد هو بالحراره نقدر نعرف ايش قد درجات الحراره فتأثيرها على التمدد مثلا. بينما بالثرموكابل أيضا بالتمدد مادتين عندنا، أو الثرموكابل أو عندنا اللي هو يولد لنا فولتية من الحرارة، نقدر يولد لنا كهرباء من وراء الحرارة، فنقدر نقيس الكهرباء الخارج جد. فهي تأثير الحرارة على عنصر فيزيائي معين، وإحنا نقيس هذا التأثير جد قيمته فنعرف من عند الحرارة. فماكو شيء اسمه ميكانيكال ثرموميتر أو إلكتريكال ثرموميتر، بس خليناها حتى لا الملزمة تتغير بشكل كبير. خلينا نلغي هاي الفقرة استاذ. خوف تفرح لها. الصراحة نسبة التغيير المسموحة للاستاذ 20% فقط. هي هاي 5% عليها. لازم الملازم انا هواي لغيت من عندها وهواي عدلت، فاعتقد بديت اتجاوز النسبة. استاذ هيبي غلط يعني شلون يمشي على الغلط؟ تجاوزها ولا يهمك. احنا قابلين. ما نقول بينا احنا. اوكي يعني احنا نقدر نتغاضى عنها، بس هو تعريف الثرموميتر مثلا انه تو واي ار يوزد الى اخره، انه هو فد مقياس للحراره يقيس الحراره ويعطينا فد قياس معين عليها. يجوز انا انزل لكم تعريف الحراره، تعريف مقياس الحراره الجديد بدلا من هذا. المهم هذا جزء من اجزائها. تايمر اكو نوعين، كهربائي ميكانيكي هذا معروف، والرينج مالته من 5 إلى 60. الصراحه هو ما بي من 5 إلى 60، يعني لازم من 5 إلى 60، اكو عده رينجات للوقت. فيوز، الفيوز شنو هدفه؟ حمل يفصل حمايه الدائره، حمايتها من منها؟ حمايه الدائره من التيار العالي. التيار العالي. طيب التيار العالي شنو سبب على الدائره يطق الفلوس؟ احنا هاي الفقره، التيار العالي شنو سببه؟ ذبذبه، نتيجه ذبذبه دكتور. اوكي يعني تقول الفريكوانسي مال
ده يتغير بعد جمعة المهني. استاذ المقاومة. مقاومة بعد. شنو سبب هو ده يحمينا من التيار العالي؟ طيب شنو سبب التيار العالي؟ دبدبة بالتيار الكهربائي. غير الفولتية العالية. الفولتية العالية بعد. دبدبة بالفولتية. دبدبة بالفولتية بعد. دكتور هي الفولتية كل ما تقل يزيد التيار. دكتور اكو بالطبق. اوكي. نعم. هذا شلون يصير؟ كل ما تقل يزيد التيار، هذا الشيء يصير عندنا نشوفه بالمولدات، اهل المولدات يعطونا فولتية قليلة فاجهزتنا تقوم تسحب تيار عالي. بس الفولتية من تقل جدا يجوز توقف لنا الجهاز فبعد يقوم ما يسحب تيار. المشكله بالتيار العالي مين تنتج؟ تنتج من خلل بالجهاز نفسه. اما الحمل العالي دكتور. نعم يصير مثلا شورت بالجهاز. يصير شورت بالجهاز، يصير حمل عالي بالجهاز، نقول طبق، يصير طبق. ها يصير مي مثلا يدخل بالجهاز. هذا الشيء ايش راح يسوي؟ راح يخلي لنا شورت. يعني شنو الشورت؟ معناتها انه اكو فد وايرين طبقين قلت المقاومة إلى قريب الصفر، سحب تيار عالي. قلنا مو المقاومة تقل، يسحب تيار عالي. فإحنا حاطين جهاز اللي هو الفيوز أو فت قطعة، من يفوت تيار عالي يحترق السلك اللي بداخلها، فيسوي لنا open circuit، يقطع لنا الدائرة فما يمر بعد التيار. ده يحمي لنا الجهاز من نفسه، ده يحمي لنا الجهاز من الأوفرلود، ده يحمي لنا الجهاز من مشاكل الجهاز نفسه. الفولتية صح ممكن اذا تقل الفولتية يزداد التيار، بس ما يزداد للدرجة اللي تخلينا الفيوز يقطع او يحترق. بعض الاحيان الحمل الزائد خاصة بالماطورات، الحمل الزائد من يصير الماطور ده يفتر وانت توقفه بايدك راح يصير حمل زائد، راح يحمي، راح يسحب تيار، راح يحترق الفيوز. هذا الفيوز يحمي من الدائرة من التيار العالي والحمل العالي والشورت سيركت. الكنترول بانل هي بها عدة دقام وإلى آخره، هي تتحكم منه وبها ضوء أخضر وأحمر، هاي كلاوات مال العيد مال الأوفن. الكنترول بانل مثل هاي، لا بها ضوء أخضر ولا بها ضوء أحمر. هاي كنترول بانل، ديجيتال كنترول بانل. نتحكم نختار ايش قد درجه الحراره، اون اوف سيت وانتهت. تمام واضحه. خلينا نشوف ووتر باث انالوج. اكو كان ووتر باث طبعا انالوج. هذا ووتر باث انالوج، on off switch و knob نتحكم بيش قد الحرارة للريدها. الباقيات أغلبهم طبعا digital بالوقت الحالي، لأن digital صار أرخص وأفضل من الانالوج. الانالوج عطلاته أقل، هذا انالوج نوبين و on off switch وهيات. هذا الضوء الأخضر والأحمر تشوفوهن، وأخيرا الضوء الأخضر والأحمر مبدأ عملهن سهل. أخضر من أكو كهرباء يعني power on، والأحمر من الهيتر on، لأن الهيتر خو ما يظل شغال، الهيتر يشتغل ويطفى. نفس البراد ما يعني. نفس براد الماي، نفس الأوفن، نفس يعني الواكس باث. الهيتر لما نحمل زائد ويفصل ينطفي الضوء الأحمر. صحيح. هذا immersion هيتر مغمور، وكل هيترات اللي ذكرناها الاكسترنال مثل اللي شفناه بهاي. بس دكتور هذا خرب مو يكهرب. اذا طبعا اذا صار ثقب بالعازل مالته يكهرب، مثل ما يكهرب السخان مال بيتنا من نوبات الهيتر يدخل له مي. منتولين بالكهرباء مال البيت؟ والله كلنا منتولين بالسخان، عفوا مال البيت. ولله الحمد دكتور. الكل ما تولى بالسخي علمان، يعني عفوا ينثق بالمادة العازلة أو التيوب العازل
فيقوم يصير تماس بين الهيتر اللي هو موصل كهربائي وبين المي، فيطلع أنه نتلأ أكو عندي كم طالب، 20 طالب جوست. هاي حلوة طبعا، إضافة جديدة ضفناها للميتينج، تشوفنا من الطالب الحاضر بس مسوي مثلا ميوت، مسوي جوست، مسوي عايف المحاضرة ما منتبه، ما مسوي أي أكشن صار لفترة طويلة. فحاليا عندي 20 طالب، 82 حضور بأقصى عدد، و64 الحالي. لهنا أنا أعتقد ما عندنا شيء بعد، انتهت المحاضرة. اللي عنده سؤال أو استفسار قبل لا أنهي التسجيل؟ لا دكتور ماكس. عشتي دكتور. سلامتك دكتور. خلي نقول لكم آخر ملاحظة. هاي آخر محاضرة بمادة الفصل الأول. المحاضرات الباقية حيكون عندكم كويزات بكل ملزمتين. يعني هسه أنتوا المحاضرة الجاية عندكم كويز بالمحاضرتين الأولى والثانية. واضح دكتور. كويز يعني كويز الكتروني المحاضرة اللي بعدها كويز بالثالثة والرابعة الكتروني. كوزات هاي الكترونية. نريد أول شيء يا محاضرة دكتور نخليكم شوية تقرون. يا محاضرة دكتور بس عيد لأن صوت قطع. هاي آخر محاضرة نشوف مستواكم. ثاني أول محاضرة وثاني محاضرة دكتور فورما يعني سلمتم لو هنا تسألنا. لا لا فورما فورما ووقت محدد. كويز بسيط إن شاء الله. سؤال يعني سؤال من كل ملزمة. السؤال ممكن يكون فراغات صح وغلط، اختيارات، مالتي تشويز إلى آخره. ممكن كتابة جواب بسيط. همينة تتعرفون على الأسئلة وهمينة شوية تقرون. أنا أعرف الأغلبية أو الكل يعني إلا ما نذر ما يقرون ما بعد المحاضرة، وبتكون لكم مراجعة قبل الامتحان الفصل اللي أعتقد حيكون حضوري. تمام. لهنا أنا انتهت محاضرة. خلينا نوقف التسجيل.